طيب استاذ محمود اللي هو ثروت سوينم عضو الرابطه امبارح او اول امبارح في تصريحات ليه قال ان القرعه هتكون قبل اسبوع واحد فقط من بدايه انطلاق الدوري، من وجهه نظرك ليه؟ سؤال برضه سؤال مهم جدا برضه. هو كان يعني بالرغم انه الرابطه عملت موسم هنقول له عليه مميز وهنشجعهم وندعمهم، لكن كنت شايف انه يبقى فيه فرصه انك انت تعمل حاجه مختلفه السنه دي، انك انت تفاجئ الناس بعد ما انتهى الموسم ان خلاص يا جماعه ده احنا الجدول والقرعه جاهزه عندنا ومسكنه وثابته، وانا عندي جدول وعندي جدول وعندي جدول طوارئ وبالمواعيد. بالمواعيد انت بتقول لي دلوقتي انا هبعت الاتحاد الدولي اقول له يا اتحاد الدولي انا عاوز العب الدوري بتاعي وانا ما يعني منتخب مش بيشارك في البطوله، طب هتلعب الدوري ولا تلعب الكاس؟ وبرضه في كاس قال لك برضه انا نستفتي الاتحاد الدولي، هل في امكانيه احنا نلعب الكاس كمان في توقف نوفمبر؟ دي قصه ثانيه هنتكلم فيها. انا بقول لك يعني انا بكلم يعني وانت دلوقتي لا ممكن يقول لك الملاعب مثلا. انا لما سالت انا النهارده لما قلنا هنتكلم في هذا الموضوع اتكلمت مع عدد كبير من المديرين الفنيين اللي موجودين في الدوري العام المصري، قلت لهم لا طبعا كل ما يبقى بدري كل ما يبقى احسن طبعا. لما لاعب اهلي وزمالك وفيوتشر وبيراميدز وبتعمل بدري غير لما لاعب فرق ثانيه، فبالتالي ليه يعني ليه اشمعنى اسبوع؟ انا على فكره عاوز اقول لحضرتك على حاجه، انا بالصدفه شوف انت طرحت الموضوع، انا النهارده كنت بتكلم مع حد في اتحاد الكوره وسالته قلت له ليه جدول الدوري لغايه دلوقتي لم يتم الاعلان؟ ليه لما القرعه بتاع الموضوع ايوه كان المفروض يعني على الاقل ايه يعني مثلا خلاص معدى الوقت منتصف سبتمبر ودخلنا دلوقتي خلاص الشهر خلاص خلص كده، طب ليه ما يكونش على اول اسبوع؟ يعني في عندك اسبوعين والناس يعني خلاص الجدول ما يعني محسوم بطريقه ايه، هل هتعيدها بطريقه قرعه موجهه ولا هتعمل بطريقه اللي زي ما عملت؟ لا هو اتقال هتبقى حره هتبقى حره وكده. فانا عاوز اقول لك ايه انه من الحاجات الاساسيات اللي انت بتحافظ عليها انك انت زي ما انت برضو قلت يا كابتن واشرت لي ان الدورات الاوروبيه ده عاوز اقول لك انه الدوري اللي جاي معروف معروف مش عايز ابقى كده اتمنى طبعا طبعا يعني عاوز اقول لك هي كانت فرصه بالنسبه يعني للاستاذ احمد دياب والمجموعه اللي معاه ان هم يعملوا الحاجه المختلفه، يعني ايه انت خلاص تنزل بالبروجرام كله بتاع الموسم الدوري وكان في كمان كاس الرابطه شكله هيبقى عامل ايه في النص وكاس مصر عامل ايه وهنعمل ايه والدنيا وايه التغيير وايه الجديد اللي هتضيفه ولسه وكمان الحديث عن اللائحه الجديده والشكل والتحكيم والفار، يعني عاوز اقول لك ايه في قصه كبيره جدا كان يتوجب ان هو يبدا العمل فيها والكلام فيها، خاصه انك انت بتسعى بعد ما الانديه عملت يعني على ما اعتقد موسم انديه عملت موسم متوسط في انتقالات، في انديه عملت موسم كبير جدا، في انديه شافت ان هي محتاجاه 1 2 3 4، في انديه جابت تدعيمات بحوالي 8 ل 12 لاعب كمان. انت ايضا لو كان لابد انك انت تكون سباق في انك انت تدي اشاره لا انا عندي موسم مختلف انا بعلن اهو 15 سبتمبر او 1/10 خلاص موعد اعلان قرعه مسابقه الدوري وشكل الموسم الجديد هيبقى ايه، وعندي جدول طوارئ انا محتفظ بيه لو حصل اي ظرف او لو الاتحاد الدولي وافق لي ان انا هعمل هكمل الدوري ازاي، طب لو كملت الدوري لو الانديه دي فيها لعيبه محترفين تلعب في منتخباتها في بطوله في المونديال هيبقى شكلك انت عامل ايه، ايه الموقف ايه بالنسبه لك، برده من الحاجات اللي بتبقى موجوده. لكن خلاص يعني هو يعني ما يبدو انه قضي الامر وانه بيقول لك خلال اسبوع زي ما انت قلت يا كابتن كده زي ما ترد عليا لا ترد عليا ترد عليا اللي خلال اسبوع هيتم عمل ايه القرعه واعلان خلال اسبوع من دلوقتي خلال اسبوع ده يعني خلاص يعني نرجو انه يكون التاخير ده بسبب اللي انا اشرت ليه اللي هو التاكد من المواعيد ماشي يعني اعلان جدول بمواعيده تاكد جندات يعني لا يعني مش جدول جندات في القاريه والعالميه انت فاكر في الجغرافيا زي ورق لا عارف الخرائط عارف الخرائط الصماء لا كانوا زمان بيعملوا لنا خرائط لا. مش مكتوب عليها حاجه واحنا نكتبها لا احنا عايزين جدول معروف وبالمواعيد عشان مش عشان احنا عشان المدربين يعرفوا يشتغلوا والفرق تعرف تشتغل